أصدقائي، انتظروني قريبا في قناة أوكتو تي في النمساوية في برنامجي الجديد، برنامج نور شو. هذا البرنامج رح يعرض كثير من القضايا المهمة اللي بتهم اللاجئين السوريين بشكل خاص والعرب بشكل عام. البرنامج رح يكون فيه ضيوف على الصعيد الفني، على الصعيد الثقافي، على الصعيد السياسي، ورح أستضيف أيضا ضيوف لاجئين عندهم موهبة أو عندهم مشكلة حابين يعرضوها على التلفزيون. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة رح تشوفوا شيء كويس وشيء مختلف على صعيد البرامج بشكل عام. إن شاء الله ينال إعجابكم وينال إعجاب جميع الأطراف. انتظروني قريبا بإذن الله في برنامجكم الجديد، برنامج نور شو.